أعتقد هذا هو العمل الذي يقوم به وليد الركراكي في المنتخب، أنه دائما يفكر المستقبل والحاضر اللي احنا فيه اليوم، فاحنا ننافسوا وتنجهزوا واحد التسعود ديال اللعب على الأقل للمستقبل، لأنه ما يخفاش عليكم بأنه هاد اللاعبين كانوا حتى هما خادوا كأس إفريقيا ديال 23 سنة، فتنظن بأن عندنا مجموعة من اللاعبين جيدين، ولكن خصهم يدخلوا بشوية بشوية كما شفتي اليوم. كان يمكن لنا نسجلوا أهداف كثيرة، ما استطعناش نسجلوا أهداف كثيرة، وأنا تنظن بأنه اليوم لا 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 المباراة هذه تنظن خصنا نستافدوا منها بزاف، لأنه في البطولة مثل هذه ما مسموحش لنا أننا نضيعوا الأهداف اللي ضيعنا، فلهذا نتمنى من الله النجاعة نحسنوا منها، لأنه باش تاخذ بطولة خصك من ولا شيء تسجل هدف. فتنظن تنشكرهم على العمل اللي قاموا به، لأنه ما تسجلش علينا هدف، وتنتمنى المستقبل يكون أحسن. سؤال أخير، عندكم واحد الدين كينتظركم منذ 2013 من منتخب جنوب افريقيا، المنتخب اللي غتواجهوا ان شاء الله في دور الثمانيه، واجهتوه في كاس افريقيا، واجهتوه في مباراه وديه، كتعرفوا الشيء الكثير على هذا المنتخب دون اغفال على انه من كان يحلل مباريات هذه المجموعه هو لاعب سابق المنتخب جنوب افريقيا مارك فيش، يعني كيعرف عليكم كل شيء. مارك فيش لعبنا ضدو تنظن ماشي مباراه ولا جوج، تنظن من اللعيبه الجيده، يعني تنظن بانه ولو انه دين، ولكن تنعتقد بان هاد رجال المغرب اليوم فهم رجال قادرين انهم يغيروا الصوره، فاحنا تنقوموا بالعمل ديالنا وتنبهوهم من الاخطاء اللي تيقوموا بها، فهم تيتحملونا. وزيد سعداء انه عندنا مجموعه من اللاعبين يعني ذوي الخبره والشباب وعايشين في اجواء مزيانه، تنظن العمل ديال الاتحاد المغربي دي عمل كبير وجبار، واتمنى اننا عندنا دابا واحد 5 ايام باش نجهزوا المباراه الجايه، التفكير في المباراه الجايه تنظن غيبدا من اليوم، واللاعبين مسموح لهم انهم يحتفلوا اليوم ويفرحوا بهذا الانجاز، ولكن بعد ما يوصلوا للفراش ديالهم خصهم ناخذ ديجا. كنتمنى لكم التوفيق سي رشيد، التوفيق ان شاء الله باذن الله، برافو عليكم خويا. تحياتي ما ننساش نشكر الجماهير اليموت الحاقدين والجماهير اللي حاضره معنا اللي تعيش معنا في هذه الاجواء، وتنظن تنشكرهم بيبلو ماغوت التواجد ديالهم معنا هنا. تبارك الله عليك، شكرا لك اخي، كان معنا رشيد بن